أهلا بكم متابعينا إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح يؤكد أن الشعب انتفض ضد عدوان الحوثي. تقدم لقوات حزب المؤتمر الشعبي على محاور عدة في صنعاء وإب وذمار. العاهل الأردني يلتقي وزير الدفاع الأمريكي ورؤساء أفارقة يشاركون في اجتماعات حول مكافحة الإرهاب. كوريا الشمالية تحتفل بالتجربة الصاروخية الأخيرة لها. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو إلى حوار بين بغداد والأكراد. إيران توقع عقدا بقيمة 720 مليون يورو لشراء عربات قطار من كوريا الجنوبية. 13 قتيلا بتفجير انتحاري مزدوج شمال شرقي نيجيريا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرحب بإقرار مجلس الشيوخ للإصلاح الضريبي. الفيفا تعلن عن موعد المرحلة الثانية لبيع تذاكر المونديال.